الحقيقة الدنيا في تونس غليت برشا، الواحد العاد لا يلحق لا على مصروف لا حق كري لا حتى شيء، معناها حاجة جراف وليت. دونك حتى الواحد يخمم انه باش يلوج على خدمه ولا حاجه، حتى الخدمة الحقيقه ما عادش تقربوا لا يخلصوا العباد لا حتى شيء. دونك جربت انت تفركس خدمه اون باراليل مع قرايتك؟ الحقيقه جربت اي سورتو جربت في دوميني، مي حاجه جرافك كلهم يقولوا لك نخلصوك مثال 400 ومعهم 200 سي في بي، حاجه ما تستحقش باش انك تعمل عليها سي في بي، دونك حاجه زايده ما تستحقش. تحس روحك عبء على عائلتك؟ لا، اما من المستحسن الواحد تو انا الحقيقه السنه تخرجت تو نعمل في الماستر، في اسكو تخرجت ماذا به الواحد يعاونهم، اما مش عبء. اليوم احنا في 2024 تحس اللي انت فما برشا شباب يقول لك ليه انا ايست، عندك امل انه باش تلقى خدمه وتعيش بيها؟ اكيد، حتى الواحد كان ما لقاهاش خدمه في دومين وفيجرب دي دومين اخرين ينجم يلقى روحه في دومينات اخرين، معناها خلاف الدومين نتاعو، وديما الواحد يجرب الدنيا تجارب وحتى الخدمة زاده تجارب، الواحد وين يلقى راحته تو. ما تخممش كيما برشا شباب يقولك الحل في الهجره؟ الحل في الهجره كي تبدا شرعيه، اي اذا الواحد يلقى فرصه يعني ما يضيعهاش. اكيد شرعيه ضد قوارب سامحني؟ ضد قوارب الموت، حتى انه توصل ضدها اللي ضدها. احنا شفنا اساتذة حرق وشفنا عبيد عندهم شهيد وعندهم مستوى ثقافي وعلمي محترم وحرق، وانت ضد الموضوع؟ اكيد ضد على الاخر، خاطر اختار في اختار، يعني الواحد حتى كان ما يخممش في روحه وفي ذاته يخمم حتى في والدي، يعني الشوية اللي باش يشويها لهم كان الله لا يقدر صارت حاجة ولا حاجة. انا الحقيقة ضدهم ما نشجعش عليها جملة، الواحد يا يخرج خارجة شرعية يا مش لازم. يقول لك زاد انا نقعد نعاني في الفقر، هيت برا نجرب. تو الواحد يرضى بالموجود ومعناها كما قلت لك يجرب الموجود ويديباناج معناها هكا، اما باش يخمم انه يحرق لا. قلت انت كملت الليسونس وتعمل في ماستير، ما لقيتش خدمه في دوميني الحقيقه لقيت، اما اللي صريخ كما قلت لك ما يستحقش انه باش تقص على الماستير وتعمل سي في بي وكل، خاطر هما معناها انا متخرجه ماركتينغ، دونك في دومين ماركتينغ كلهم يطلبوا باش انك تعمل معاهم دي كونترا، وانا الحقيقه مانيش متشجعه على الحكايه كي هكا، يا يكون صريخ باهي يا انا قاعده في احدى الكلمات والخطابات نتاع رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد، قال اللي هو ضد هجره الادمغه وضد هجره الكفاءات، اولادنا في تونس اللي صرفت عليهم الدوله واللي هما اولادها احق انهم يخدموا في بلادهم. بالنسبه لي كنت شنو يتوجه له؟ واحنا نراو في الادمغه كل يوم، احنا العباد نشوفوها تهجر كل يوم من شتى معناها المستويات، الهجره ماهيش معناها ما بقاتش حكر على العباد اللي ما عندهاش مستوى واللي ما قراتش هكا، وحتى اللي قراوا قاعدين يهاجروا. الحقيقة هي العباد تلز باش انها تخرج على خاطر ميم با الحكومي معناها لهين يحلوا في دي كونكور ولا حاجة، حتى كي يحلوا دي كونكور البلايص اللي هي تتشطوا تو العباد اللي هي تمشي للبريفي، دونك العباد معناها كان جات لها تلقى في خدم وكل راهي ما تستحقش انها تهاجر، معناها بلادها اولى بها، فهمتني؟